أهلا بكم مشاهدينا إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. من الأيام أسرة في عدن تسكن في سيارة منذ 3 أشهر. من المهرة بوست تكليف 3 مسؤولين في المهرة لمراقبة تحركات السعودية على الأرض. من البيان مدارس في أمريكا تستأذن آباء الطلاب في استخدام العصا لمعاقبة الطلاب. أهلا بكم. بين حر النهار وتحت أشعة الشمس الحارقة والظلمة والكلاب الضالة ليلا، تعيش النازحة أم خالد حياتها داخل سيارة بمعية أبنائها 3. وقد تحدثت صحيفة الأيام عن هذه الأسرة التي أجبرتها الحرب على السكن داخل سيارة صغيرة، وعنونت الصحيفة: من إنجازات الحوثي والشرعية أسرة نازحة تتخذ من سيارة سكنا لها بعدن. ووفق للصحيفة فإن الأسرة لن تجد سكنا يأويها بعدن بعد أن نزحت هربا من نيران الحرب المشتعلة في محافظة الحديدة سوى هذه السيارة، لتبدأ معاناة حرب أخرى مع صعوبة الحياة في الشارع. تعيش الأسرة المكونة من أم وثلاثة أبناء في سيارة متوقفة في المعلى بالقرب من نقطة عسكرية. يقول محمد داود وهو أحد الأبناء: نسكن في هذه السيارة منذ قرابة 2 شهر، وعلى مدى هذه الفترة لم يلتفت إلينا أو يسأل عن حالنا أحد. ويضيف: نزوحنا من الحديدة لأجل البحث عن حياة أفضل مما نحن عليه من حياة متردية وظروف قاهرة، ولكن من المؤسف أن حالنا انحدر من سيء إلى أسوأ. وتقول الأم لمحررة الأيام: منذ نزوحنا من الحديدة كما تشاهدين هذا هو حالنا، شقاء ووجع منذ أن تعرض منزلنا المتواضع للقصف بقذيفة في بيت الفقيه وأصبت على إثرها بشظية. وعن سبب سكنها في السيارة تقول: فور وصولنا لعدن سكنت في بيت أخي، ولكني لم أستطع الاستمرار لظروفه الصعبة فاضطررنا للسكن في السيارة. نطالع أبرز العناوين في الصفحة الأولى من صحيفة أخبار اليوم: نقل العميد الشدادي إلى مارب بعد نجاته من محاولة اغتيال بالبيضاء. وعنوان: نائب الرئيس يبشر اليمنيين بقرب الخلاص من ويلات الانقلاب. وميدانيا: الجيش يسيطر على الطريق الرابط بين صنعاء والحديدة ويواصل الزحف حتى قوس النصر. ومن صنعاء: اغتيال مشرف حوثي في صنعاء من قبل مسلحين مجهولين. ومن عدن: رابطة أمهات المخفيين تنفذ وقفة احتجاجية أمام معسكر التحالف. في أوائل شهر أغسطس 2018 زرت مخيم النازحين بمديرية عبس بمحافظة حجة. كانت زيارة خاطفة لمشاهدة معاناة النازحين عن قرب. لقد كان وجعا كبيرا، إنه وجع بحجم السماء، القلوب هناك مليئة بالحزن، الكدر يعكر مزاجهم، حرارة الشمس مرتفعة، الجو حار حد كتم الأنفاس، المخيمات على مد البصر. هكذا بدأ عبد الرحمن ربيع مقاله المنشور في الموقع بوست متحدثا عن زيارته لمخيم النازحين. رأيت الفتيات والفتيان يذهبون في اتجاهات عديدة، النساء يذهبن لجلب الماء والحطب من مسافات بعيدة بعد أن عملوا على تحطيب كل ما حولهم من أشجار وعيدان يابسة وغيرها مما يستخدم في إشعال النار من أجل إنضاج الطعام. رأيت الكثير من الأطفال ممن فقدوا مدارسهم وأحلامهم وألعابهم يلعبون بمجموعة من الأكياس البلاستيكية بعد أن تم لفها بحبل لتصير بشكل دائري يشبه كرة القدم. إنهم يلعبون بها ويلهون، وصارت هي المتنفس الوحيد لهم. يفتقرون للتعليم وأساسيات القراءة والكتابة في مخيمات مثقلة بالهموم والبحث عن حاجياتهم الضرورية. إن أكثر من نصف النازحين هم من الأطفال، ومن بينهم الذين في سن المدرسة ولا يحصلون على التعليم ولو بأقل الطرق المتاحة، ولا يحصلون على ملامح الطفولة التي هي حق مشروع لهم والتي تجعلهم مؤهلين لتحقيق أحلامهم في المستقبل. إنهم حالة من الوجع الذي سيلاحقنا عبر السنين. إن لهذه الحرب الكثير من الضحايا الذين دفعتهم إلى النزوح من منازلهم وإلى جرف الحياة المستقرة لهم، وجعلتهم مجبرين على العيش في حالة الفقر. تضررت حياتهم النفسية والجسدية. إننا ندفع ثمن هذه الحرب ومخلفاتها، ندفعها ولكن لا يستطيع أحد أن يساعدنا. منظمات المجتمع المدني تحاول هناك أن تقوم بواجبها تجاه المجتمع بكل ما أتيت من جهد، منها المنظمات المجتمعية الكبيرة
ومنها منظمات مجتمعية على المستوى المحلي عملت لسد الحد الأدنى من معاناة هؤلاء النازحين، لكنها نسيت أو تناست الأمر المهم، إنه حالة التوعية والبناء المجتمعي لهؤلاء الناس الذين يعيشون حالة نفسية غير مستقرة بعد فقدانهم لكل أغراضهم ومساكنهم وأماكن عملهم. نسيت تلك المنظمات دورها الإنساني المناط ببناء المجتمع وجعله قادراً على مواجهة الظروف المتغيرة هناك. أخبار النزوح هي الأكثر تداولاً، فمع كل معركة يولد آلاف النازحين الفارين من منازلهم. وعنون الموقع بوست: نزوح أكثر من 3000 يمني من قرى الدريهم والحديدة، حيث أفادت مصادر محلية في محافظة الحديدة بأن آلاف المدنيين نزحوا من قرى تابعة لمديرية الدريهم بالحديدة جراء الاشتباكات المسلحة التي امتدت إلى مناطقهم واقتحام المسلحين الحوثيين منازل المواطنين والتحصن بها. قال الناشط في المجال الإنساني عمر الأهدل إن الأوضاع الإنسانية للنازحين صعبة، فهم يفتقدون مقومات الحياة الإنسانية ووضعهم المعيشي متردي، إذ يعانون من انعدام المأوى وغياب المساعدات. ولفت إلى أن أكثر من 3000 شخص نزحوا من منازلهم في قرى عزلة المنافرة وقبيضة والزعفران. الاجتماع الذي جرى في محافظة المهرة بين السلطة المحلية ولجنة متابعة الاتفاق المشكلة من قبل المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرة على إيقاف الاستحداثات للمواقع والنقاط العسكرية من قبل السعودية، وعنون موقع المهرة بوست: السلطة المحلية ولجنة متابعة تنفيذ اتفاق المهرة تقران وقف استحداث النقاط السعودية. قال مصدر مطلع في تصريح للمهرة بوست أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على إيقاف الاستحداثات للمواقع والنقاط العسكرية المستحدثة من قبل السعودية. كما أقر الاجتماع وفقا للمصدر على تشكيل لجنة من أحد وكلاء المحافظة وعضو من لجنة متابعة الاتفاق التي تشكلت سابقا وعضو من المجلس العام لأبناء المهرة لمتابعة عدم أي استحداثات جديدة. ولفت المصدر إلى أن لجنة ستتولى متابعة تسليم المعسكرات الخاضعة لسيطرة القوات السعودية للسلطة المحلية. وكانت السعودية والسلطة المحلية الموالية لها وقعت اتفاقات مع المعتصمين تقضي باستبدال القوات السعودية في منفذ صرفيت بقوات الأمن اليمنية، لكن السعودية نقضت الاتفاقات وكثفت النقاط والثكنات العسكرية في المحافظة. أن تمر ذكرى الهجرة القسرية للرسول الكريم محمد عليه الصلاة والسلام وكثير من أبناء أمته في هجرة قسرية من أوطانهم منذ سنوات ونحن منهم، فإن الذكرى تكتسب معنى ودلالة خاصة، فيها الألم وفيها الأمل، فيها العبر للمهجرين من أوطانهم ومن تسبب في تهجيرهم. هكذا بدأ السفير اليمني في الأردن علي أحمد العمراني مقاله الذي تنشره بلقيس ويضيف في أجزاء من المقال: الأشد إيلاماً وغرابة ومفارقة أن من تسبب في إخراج الناس من ديارهم في هذا العصر مسلمون آخرون وليسوا كفار قريش. وقد يقول قائل: إن الظالمين الذين تسببوا في مآسي التهجير والتدمير اليوم أقرب إلى كفار قريش نهجاً وموقفاً وتفكيراً وللسلوى، وربما لتخفيف الشعور بالبلوى، فقد فعل مثل ذلك مسيحيون بآخرين من بني دينهم وجلدتهم أيضا في حقب مضت. وعندما يتداخل ما هو ديني مع ما هو سياسي تكون المرارة أعمق والصراع أكثر عقما وعدمية وحتى أطول مدى. الخلاف والصراع البشري أزلي ولعله سيبقى كذلك، لكن هناك من نضجت تجاربهم وتراكم وعيهم وهدوا إلى جعل الصراع سلمياً وبعيداً عن دعاوى زائفة تستند إلى الدين. ويحدث الصراع السياسي السلمي الآن في أوطان وشعوب شهدت أقسى موجات العنف والحروب وأشدها فتكاً ودماراً. أوروبا مثالاً، خصمنا اليوم في اليمن يستند إلى دعوى دينية يسندها الجهل والدجل والقوة والتخاذل، ويراها الواعون من أبناء اليمن زائفة ودخيلة على دين محترم كما يراها كذلك بلا شك العالم المتمدن، لكن عمرها عندنا يربو على الألف عام.
ولذلك لابد في النهاية من إزالة تلك الدعاوى ومثيلاتها إلى الأبد، بل لابد من الاعتذار عنها للناس وللتاريخ والحضارة، خاصة بعد أن أطلت برأسها من جديد في عصر يرفضها من كل وجه وتسببت في كل هذه المآسي والدمار. صحيفة لوموند الفرنسية كتبت عن 3 فرنسيين محتجزين في اليمن وقالت يحتجز 3 الفرنسيين حاليا في اليمن وهو بلد في حالة حرب منذ عام 2014، وتحاول السلطات الفرنسية منذ عدة أشهر إيجاد وسيلة لتمكينهم من استعادة الحرية ومغادرة منطقة يتحارب فيها منذ مارس 2015 المتمردون الحوثيون والقوات اليمنية في إطار تحالف عسكري بقيادة السعودية. آخر هؤلاء المحتجزين هو آلان غوما، تم القبض عليه في يونيو بعد أن واجه صعوبات في البحر الأحمر قبالة ميناء الحديدة أثناء إبحاره إلى بومباي. تضيف الصحيفة تم الاعتناء به أولا من قبل خفر السواحل قبل تسليمه إلى السلطات الحوثية التي تسيطر على المنطقة، واحتجزوه منذ ذلك الحين في سجن بالعاصمة صنعاء. ووفقا لأسرته فإنه محتجز بدون سبب في بلد لا يعرف فيه ثقافتها ولا لغتها، في زنزانة صغيرة في عزلة تامة. لقد فقد وزنه ومعنوياته في أدنى مستوى لها. وضع المعتقلين الآخرين أكثر تعقيدا، فقد اعتقل كل من الفرنسيين التونسيين مراد عياد وطه العساوي في 7 و8 مايو 2014. الأول عاد من فرنسا إلى مطار صنعاء بعد اجتياز التفتيش الأمني، وشرع في الرحلة الثانية إلى مطار الريان في المكلا، لكنه أوقف بعد وصوله وأعيد إلى العاصمة حيث سجن، والثاني كان بالفعل في صنعاء للإجراءات الإدارية. وقد سجنوا في صنعاء ثم انتقلوا إلى تحت رحمة الحوثيين عندما غزوا المدينة. منذ ذلك الحين لم توجه لهم أبدا أي تهمة، وبالتالي لم يحاكموا إلى اليوم. أوسلو والشرق الأوسط الجديد القديم، تحت هذا العنوان كتب نبيل السهلي مقاله المنشور في العربي الجديد، مضيفا في أجزاء من المقال. بعد مرور 27 عاماً على انعقاد مؤتمر مدريد وما تمخض عنه من اتفاقات إسرائيلية مع بعض الأطراف العربية التي حضرت جلساته، لا تزال الأطروحات الشرق أوسطية تراوح مكانها، لأن العرب لم تتم استشارتهم ومشاركتهم لرسمه أو التخطيط له من الأساس، ناهيك عن أن المشروع يلبي أهدافاً إسرائيلية أمريكية في الشرق الأوسط بعيداً عن الأهداف العربية. هذا في وقت عارض ويعارض فيه قادة واستراتيجيون إسرائيليون عديدون مشروع الشرق الأوسط الجديد، ومنهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث كتب في كتابه مكان تحت الشمس إن بناء جسور العلاقة التجارية لإسرائيل مع بعض الدول الأوروبية قد يكون أكثر جدوى من انخراط إسرائيل في مشروع شرق أوسطي يضم الدول العربية. وبالعودة إلى المصطلح، تجمع دراسات مختلفة على أنه ليس للشرق الأوسط ملامح جغرافية محددة المعالم، لكن بعضهم يفيد بأنه المنطقة الجغرافية حول البحر الأبيض المتوسط وشرقه وجنوبه، وتمتد إلى الخليج العربي. ويستعمل هذا المصطلح للإشارة إلى الدول والحضارات الموجودة في هذه المنطقة الجغرافية، وسمى المكتشفون الجغرافيون هذه المنطقة في عهد الاكتشافات الجغرافية العالم القديم، وهي مهد الحضارات الإنسانية ومهد جميع الديانات السماوية. ويمكن القول إن الكيانات السياسية في هذه المنطقة تتمثل بالدول التالية: العراق، السعودية، فلسطين، الكويت، الأردن، لبنان، البحرين، قطر، الإمارات، اليمن، سوريا، مصر، سلطنة عمان، السودان، إيران، أرمينيا، تركيا، قبرص. ويعتبر الشرق الأوسط من أكثر مناطق العالم توتراً أمنياً، حيث شهد حسب الدراسات المختلفة 11 حرباً، منها الحروب العربية الإسرائيلية والحرب العراقية الإيرانية والاحتلال الأمريكي للعراق في 2003، فضلاً عن الحرب في جنوب لبنان في صيف 2006، والعدوان المستمر بأشكال مختلفة على قطاع غزة منذ نهاية 2008. رمتني بدائها وانسلت، هذا هو حال زعيم الميليشيات الحوثية كما يقول أحد سكان صنعاء،
واصفا زعيم الحوثيين وهو يحاول أن يتنصل من الجناية الكارثية التي تسبب بها انقلابه على الشرعية وفاقمت منها ميليشياته جراء طريقة إدارتها للموارد الاقتصادية. وتعنون صحيفة الشرق الأوسط: غليان صامت في صنعاء من ضعف إدارة الحوثيين وفسادهم. تقول الصحيفة: لا تكاد تمر في شارع من شوارع صنعاء أو أزقتها إلا وقابلتك نظرات البؤس المطلة من أعين السكان التي أنهكها واقع الحال في ظل سلطة الميليشيات التي احتكرت كل شيء لصالح قاداتها ومشرفيها. كل هذا يحدث وفقا للصحيفة في وقت يتضور الناس فيه جوعا، هناك غليان صامت وسينفجر قريبا. كما تنشر الصحيفة تصريحات أستاذ جامعي أكد أن السلاح الأكثر فتكا الذي يتربص بالميليشيات يأتي من داخلها ومن طريقة إدارة مشرفيها على الموارد. يقول موظف في وزارة التجارة والصناعة أن قيادات الجماعة الحوثية لا تشعر بمعاناة الناس، فكثير من السكان لا يجد غير الخبز فقط ولا يستطيعون حتى شراء علبة زبادي. الصين تخسر الحرب الباردة الجديدة. تحت هذا العنوان كتب مين نيكسون بمقاله المعاد نشره في صحيفة الغد، ويضيف الكاتب: عند انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991 أصبح الحزب الشيوعي الصيني مهووسا بمعرفة أسباب ذلك، ووضع خبراء في الحكومة والذين أسندت إليهم هذه المهمة الكثير من اللوم على ميخائيل غورباتشوف الزعيم الإصلاحي الذي لم يكن ببساطة صارما بما فيه الكفاية لإبقاء الاتحاد السوفيتي متحدا. لكن الزعماء الصينيين أشاروا إلى عوامل أخرى لا ينتبه إليها على ما يبدو زعماء الصين اليوم. من المؤكد أن الحزب الشيوعي الصيني حفظ عن ظهر قلب الدرس الرئيسي الأول: الاقتصاد القوي ضروري للشرعية السياسية. وصنع إصرار الحزب الشيوعي الصيني على النهوض بالناتج الوطني الإجمالي خلال العقود الأخيرة معجزة اقتصادية، خاصة مع الزيادة الصاروخية لمعدل الدخل الفردي الإسمي من 333 دولاراً في العام 1991 إلى 7329 دولاراً العام الماضي. وهذا هو السبب الوحيد والأكثر أهمية وراء حفاظ الحزب الشيوعي الصيني على سلطته. لكن الخطأ الوحيد الذي ارتكبه زعماء الاتحاد السوفيتي هو الإشراف على اقتصاد متهاون، بالإضافة إلى أنهم أقحموا في سباق مكلف ولا يمكن كسبه نحو التسلح مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما أنهم سقطوا ضحية للأطماع الإمبريالية حيث أنفقوا أموالهم ومواردهم في أنظمة تكاد تفتقد للاستراتيجية ولها سجل طويل من سوء التدبير الاقتصادي. وبما أن الصين دخلت في حرب باردة مع الولايات المتحدة الأمريكية، فيبدو أن الحزب الشيوعي الصيني قد يكرر الأخطاء الفادحة والكارثية نفسها. قد لا يبدو من الوهلة الأولى أن الصين دخلت فعلا في سباق نحو التسلح مع الولايات المتحدة الأمريكية، ففي النهاية بلغت ميزانية الدفاع الرسمية للصين لهذا العام ما يقارب 175 مليار دولار، أي ربع الميزانية التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي والتي تقدر بنحو 700 مليار دولار. السلام سيعود من جديد في جنوب السودان كما قال موقع شبكة البي بي سي بعد توقيع رئيس جنوب السودان سلفا كير وقائد التمرد نائبه السابق رياك مشار اتفاقا في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لإنهاء 5 أعوام من الحرب الأهلية في البلاد. الرجلان وقعا الاتفاق وتصافحا أمام حشد ضم رئيسي أوغندا والسودان ورئيس وزراء أثيوبيا وقادة إقليميين وممثلين دوليين. رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قال قبيل مراسم التوقيع إن أنظار العالم متجهة إلينا، إذ يتعهد قائدا جنوب السودان اليوم بالعمل معا من أجل المصلحة والسلام الدائم في بلادهما. واندلع الصراع المستمر في جنوب السودان بعدما اتهم كير في ديسمبر 2013 نائبه آنذاك مشار بالتخطيط للانقلاب عليه، وسبق أن وقع الطرفان اتفاقات سلام مماثلة بيد أنها لم تصمد طويلا، وانهار آخر اتفاق سلام بين الجانبين في يوليو 2016 إثر اندلاع القتال لعدة أيام في العاصمة جوبا، الأمر الذي أجبر قائد التمرد مشار على الفرار منها.
العودة إلى العصا من جديد في مدارس الولايات المتحدة، كما أعلنت مدرسة بولاية جورجيا. وورد في صحيفة البيان أن إجراء تأديبيا جديد يتضمن ضرب الأطفال بعصا خشبية. المدرسة أرسلت رسالة إلى أولياء أمور الطلاب كي تطلب إذنهم بالمباشرة بالإجراء الجديد بحسب ما ذكرته تقارير محلية. قالت المدرسة في رسالتها إلى الأهالي أنه في حال عدم موافقتهم على الإجراء سيتم تعليق أبنائهم عن الدراسة لمدة تصل إلى 5 أيام. مدير المدرسة جودي بولينو قال: سابقا كان العقاب الجسدي رادعا قويا في المدرسة، ولم تكن لدينا المشاكل التي نواجهها اليوم مع الأطفال. وأضاف المدير أن العقاب يشمل الطلاب من مراحل مختلفة بين عمري 5 أعوام و14 عاما، مشيرا إلى أن ثلث الردود التي تلقت المدرسة من الآباء حتى الآن أعطتهم الإذن بمعاقبة أبنائهم بهذه الطريقة. الصور التي تحمل طابعا سياسيا والملتقطة لزعماء العالم نشرتها صحيفة الديلي تيليغراف، بالإضافة إلى صور أخرى عن جمال الطبيعة الساحر تجدونها في جولتنا المصورة لهذا اليوم. نتابع. تقول الريشة وتتحدث الألوان، وعلى هذا الأساس يبدع رسامو الكاريكاتير في لوحاتهم وتتكون مجموعة من رسوم الكاريكاتير نتابعها اليوم. فإلى الكاريكاتير. بهذه المجموعة من الصور والرسوم نكون قد وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نلقاكم بعد غد. إلى اللقاء.